ما المواطنة؟ ما معناها؟ وإلى أي مدى يمكن تعميمها وتصديرها لغير المجتمعات الغربية؟ المواطنة ليست حكراً على الغرب. المدينة احتضنت اليهود والمسلمين والمشركين والأعراب. هل تتوافق المواطنة وفق التجربة الغربية مع الإسلام؟ أم أنها تتعارض معه وتجور على تشريعاته؟ المفهوم الإسلامي للمواطنة أساس الإرادة التعاقدية وأساس الولاء إلى الدولة والولاء إلى النظام والولاء إلى المرجعية. قراءة ثانية الليلة 9:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.